طيب هنتكلم عن المنتخب الاولمبي. للاسف النهارده خسرنا 1-0 من البرازيل في مباراه كانت صعبه جدا جدا. منتخب برازيلي منتخب كبير طبعا، متفقين على الكلام ده كله، عارفين كويس قوي ان في فارق في الامكانيات وفي فوارق فرديه واضحه جدا، وده شفناه خلال المباراه. لكن الواحد بصراحه زعلان، يعني الواحد زعلان. طب زعلانين ليه طالما احنا بنقول ان النتيجه منطقيه؟ لا، زعلانين علشان ان مش ده الشكل اللي احنا كنا بنتمناه لمنتخب مصر. وانا بصراحه ضد حته ايه ان احنا نطلع نقول اداء مشرف، لا عملنا ماتش مش عارف ايه. فين الاداء المشرف على مدار البطوله؟ فين اداء المشرف؟ الامور دي عفى عنها الزمن يا جماعه. احنا لازم نعدي المرحله دي، ان احنا يبقى هدفنا بس ان احنا نخسر من البرازيل 1-0. وانا بقول كده ليه؟ انا بقول كده لان كان واضح جدا بعد ما الجون جه فينا في نهايه الشوط الاول في الدقيقه 37 او 38 من الشوط الاول، ما كانش عندنا اي خطط هجوميه لاحراز التعادل. ما فيش اي هجمه، اهو ما فيش غير مثلا دي الهجمه الوحيده اللي جت في دماغ اكرم بالصدفه، دي كان في اول الماتش في الدقيقه 13، الوحيده لمصر على مدار الشوطين. ما كانش عندنا اي خطه لازاي يا جماعه احنا نجيب جون، لما يجي فينا جون ازاي نتعادل. وكان هدفنا وهمنا الاول والاخير بمنتهى الوضوح، بمنتهى الوضوح ان احنا نخرج من المباراه خسرين من البرازيل 1-0، يبقى احنا كده عملنا انجاز. لا بصراحه ده مش انجاز، ده مش انجاز، ولا هنبقى مبسوطين باداء المنتخب. كامل احترامي وتقديري للكابتن شوقي غريب، مدير فني كبير والراجل عنده تاريخ، دي حاجه كده اركنها على جنب. لكن بصراحه مطلوب ومهم، مهم قوي ان المدرب المصري، المدرب المصري يطور من فكره التدريبي. لازم تطور من فكرك التدريبي، هو كلام لمعظم المدربين المصريين، لان احنا عندنا مدربين قليلين او مصريين اللي بيطوروا من نفسهم وبيشتغلوا بالطريقه الحديثه في كره القدم، سواء من الجانب الفني او التكتيكي او التدريبي والبدني. يعني هي جوانب كتير جدا كلها بتكمل بعض، والنفسي كمان، كلها امور بتكمل بعض. فلو المدرب ما طورش من نفسه وبطريقه تدريبه ومن خططه التكتيكيه ومن اساليبه، يبقى ايه؟ يبقى فين التطور الطبيعي؟ او فين الشكل اللي احنا بنستناه؟ او هنوصل لفين؟ هل مصر باسمها الكبير ده، اسمها الكبير قوي ده، هيفضل هدفها الوحيد هو التمثيل المشرف؟ لا. طيب هقول لك على حاجه. عارف احنا لو ما عندناش جيل كويس ما كناش هنقول الكلام ده. يعني لو عندنا لعيبه تعبانه ما عندهاش امكانيات، كان يعني اقصى طموحهم ان هم يوصلوا للاولمبياد، هقول لك ماشي يا عم، كويس ان احنا خسرنا البرازيل 1. لكن انت عندك امكانيات فنيه وبدنيه مميزه، عندك لعيبه كويسه، لكن للاسف على مدار الاربع مباريات او ثلاثه من الاربعه انت بتلعب بشكل دفاعي بحت، مفيش اي شكل يليق بالكره المصريه اطلاقا. ما عندناش الشجاعه. ما انت ممكن تخسر بس تبقى عملت اللي عليك، يبقى عندك الشجاعه الكامله والكافيه للمباراه اللي الناس تطلع تشيد بيك. طب ما احنا خسرنا من البرازيل في 2009 4-3، بس كنا عاملين ايه؟ كنا مقطعين البرازيل في كاس القارات في 2009، كنا مقطعين البرازيل. كنا خسرين 3-1 وبعد كده رجعنا اتعادلنا 3-3 وبعد كده جابوا الجون في الاخر 4-3، بس الناس طلعت قالت ايه؟ منتخب مصر كان هو البرازيل. منتخب مصر عمل ماتش كبير قوي، اللعيبه شفنا اللعيبه منطلقه في الملعب، شفنا اداء للفريق ككل، للمنتخب ككل في التوقيت ده بشكل ممتاز، وكنا فخورين جدا جدا بالمنتخب، مع ان النتيجه واحده، مع انك برضو خسران من البرازيل. لكن الفرق في ايه؟ الفرق في شكلك، الفرق في محاولاتك، ما تبقاش خجول كانك تبقى مهاجم. استوقفني جدا 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 ملامح لاعبي منتخب مصر بعد ما الجون جه فينا بتاع البرازيل. كم الاحباط الكبير بعد الهدف ده، اللي هو احنا ايه مش عايزين يجي فينا الجون، جه الجون طب هنعمل ايه؟ خطتنا ايه؟ هنهاجم ازاي؟ هنحاول نوصل لجون البرازيل ازاي؟ يا راجل ده احنا ما خدناش بالنا الحارس البرازيلي، ما شفناهوش غير الشوطه بتاعت صلاح محسن في اخر الماتش. ما فيش اي شكل هدوء هجومي ولا ترتيب ازاي تطلع بالكوره ولا ازاي تعمل. كان الجهاز الفني مع كامل الاحترام والتقدير ليهم، كلهم شخصيات عظيمه جدا وعندهم تاريخ كبير جدا بصراحه، لكن هم واضح انهم كانوا محافظين اللعيبه ازاي يقفوا يدافعوا
فعلا كنا بنعرف ندافع فعلا، بس كنت بتعرف تهاجم؟ هتقولي طب ما هو ماتش استراليا واحنا جبنا جونين ومش عارف، طب ما اديك عندك الامكانيات اهو، ما انت انطلقت ولعبت. استراليا طبيعي انك تكسبها، الارجنتين بمستواها ده بالفرقه دي طبيعي ان انت تكسبها. تخيل انت كنت تعادلت مع اسبانيا يا سيدي، ماشي دافع قدام اسبانيا وتعادلت مع اسبانيا وكسبت الارجنتين وكسبت استراليا، كان زمانك اول مجموعه كنت هتقابل كوت ديفوار اقل نسبيه من البرازيل، مع انها عملت ماتش كبير النهارده قدام اسبانيا يعني. خسروا 5-2 في الاخر بعد وصلوا للاكسترا تايم بتعادل ايجابي 2-2. فكان ممكن ان انت تروح لحته ابعد من كده في الاولمبياد، لكن لازم يا جماعه لازم يكون عندنا شجاعه كافيه، ولازم المدرب الوطني المصري يحاول ان هو يتخلى عن فكره التسعينيات. انسى بقى الحاجات القديمه دي، خلاص في الكوره ما بقتش موجوده. واحنا كمصريين لازم يكون عندنا الطموح ده يا جماعه، مش النهارده الاداء معلش يا رجاله عملتوا بطوله كويسه، لا طبعا لا طبعا، بطوله مش كويسه خالص، اداء مش كويس، دي الصراحه دي الحقيقه، ده الواقع، ده اللي احنا شفناه. اكتر ناس حريصين على ان المنتخب يظهر بصوره كويسه هو الشعب المصري، بيحب يتمتع بالكوره يفرح بالكوره. لكن انت فرقت ايه عن كوبر؟ بالعكس ده كوبر حقق انجازات اكتر يعتبر، يعني هو الانجاز الوحيد كاس العالم، بس وصل نهائي الامم الافريقيه كمان. لكن انت في الاولمبياد سيء سيء، ما عندناش اي شجاعه، ما عندناش اي فكر هجومي ولا اي شكل هجومي. اللعيبه وهي طالعه بالكوره كده على الاطراف، سواء بقى طاهر او رمضان، او مع ان دول امكانيات كبيره، رمضان لعيب كبير، طاهر لعيب كبير، صلاح محسن بيلعب لعيب كبير، تمام، ما عندكش الرابط في نص الملعب اللي يوصل اللعيبه دي على الاطراف، او اللي يلاعب احمد ياسر ريان. الناس كانت قاعده بتلوم على احمد ياسر ريان قبل ماتش استراليا، وكان لازم مصطفى محمد. طبعا مصطفى محمد لعيب كبير جدا، بس حتى لو مصطفى محمد موجود مكان احمد ياسر ما كانش هيوصل له كور. طالما احنا بنلعب بالاسلوب ده، طالما احنا بنلعب بالاسلوب ده، ما تلومش على المهاجم، ما تسالوش انت بتجيبش اهداف ليه. مفيش اي شكل ولا اي منظر ولا اي حاجه تفرحنا النهارده من المنتخب ده. فبالتالي يعني هارد لك للشعب المصري، ومطلوب جدا جدا ان يكون، ودي جزئيه مهمه قوي يا جماعه، لما يتم انتقاء المدربين اللي يدربوا المنتخبات نبعد بصراحه، اهو نبعد عن العلاقات، اصل انا بحب المدرب ده فهاته، لا لا، لازم في معايير تانية للاختيار. من الاخر يعني معايير تانية للاختيار، المدرب يكون متطور يقدر ان هو يحقق لي اللي انا بتمناه. فالكل اسف يعني المنتخب خسر النهارده من البرازيل وخرج من اولمبياد طوكيو، لكن في